كيكة القهوة، كوباية زبدة في درجة حرارة الغرفة، كوبايتين ونص دقيق، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج صودا، رشة ملح، كوباية ونص عين جمل مجروش، 3/4 كوباية من السكر البني، معلقة صغيرة من القرفة، نص كوباية زبيب، كوباية سكر أبيض، معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، القهوة المطحونة، 3 بيضات، معلقة صغيرة فانيليا، وكوباية كريمة حامضة أو ساور كريم أو قشطة حامضية. طيب أول حاجة هعملها الدقيق، هحط عليه رشة الملح، بيكنج باودر، بيكنج صودا، في العجان زبدة مش مملحة وفي درجة حرارة الغرفة، سكر، هضربهم مع بعض وانا بقشر البيض او بكسر البيض. هنا في 3 بيضات عليهم فانيليا وعليهم قهوة سريعة الذوبان مطحونة ناعم جدا، هبتدي انزل عليهم واحدة واحدة. هنزل الساور كريم او الكريمه الحامضه، بدلها ممكن لبنه، زبادي من غير ميته، ممكن كمان قشطه، اوقف انزل الدقيق اللي عليه رشه الملح، بيكنج باودر، بيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم، وهي بتتخلط هكون انا نزلت هنا في البوله اخلط عين الجمل مع الزبيب مع السكر مع القرفة، عين الجمل مع الزبيب مع السكر البني مع القرفة. الكيكة ممكن تتعمل طبعا في قوالب الكب كيكس اذا حبيته. هبتدي انزل، بما اني هعملها حشو فهنزل نص الكمية، وبعدين هحط الحشو، وبعدين هنزل نص الكمية التاني. نقوا نوع القهوة اللي انتوا بتحبوه، ونوع القهوة دي القهوة اللي يا إما بتتعمل في المج الصبح، يا إما في المكنة بتاعة القهوة، مش البن اللي هو التركي اللي هو بيتعمل على في كنكة على النار، لا مش هو ده. نحط كده الحشوة، وبعدين ننزل الجزء الثاني بتاع الكيك، وننظف اي بواقي عجين على الصينيه عشان ما تتحرقش مده التسويه. دي كيكايه تقيله فممكن تاخد من 45 دقيقه ل 60 دقيقه، بنبص عليها بعد مرور 30 دقيقه يعني نص ساعه، درجه الحراره 180، الفرن محققهم من قبل ما ادخل الكيك، الرف اللي في النص، الشواية مش شغالة، المروحة مش شغالة، تحت بس اللي شغال. وبعدين بعد مرور نص ساعة ببتدي اشيك عليها اشوف اذا كانت استوت ولا لا، بفتح بسرعة وبقفل بسرعة. اول ما الكيكة بتاعتي تستوي بطفي الفرن واسيب الباب مقفول 5 دقايق، اوارب باب الفرن واسيبه 5 دقايق، وبعدين ببتدي اطلعها على سطح يكون مش سائع، واغطيها بفوطه مطبخ نظيفه ومش مبلوله، وبعدين نبتدي بقى نقدمها مع القهوه مع الشاي زي ما انتوا عايزين. الكيك اللي احنا عملناها بالقهوه حطينا لها اسمها ايه؟ كريم شانتيه، ساحت طبعا من الإضاءة، حطينا لها كريم شانتيه، وحطينا لها لوز معمول بالسكر المحروق، حرقنا سكر وحطينا اللوز على الصاج وعليه ورق زبدة، وبعدين نزلنا عليه السكر وسبناه لما برد خالص، بدأنا نكسره، كسرنا قطع كانت كبيرة وحطيت تحتها واحدة كريم شانتيه عشان تلزق عليها،
وفوق حطينا اللوزات الصغيرة، وكمان عملنا رشة من القهوة.